سلام البنات، كنتمنى اموركم كلها تكون مزيانه وبخير وعلى خير. اليوم غنبين لكم واحد الهميزات، هميزات واش من هميزات اللي تقدروا تشريوهم بارخص الثمن ولا باقل تكلفه، تشريو اللي بغيتو. غنديكم شحال من مكازا. هاد المكازا الاولى غنبدا لكم دي فاكتو تريكوات سخان ولا كباب تكوش كيقول لهم هاد الاولي اللي وريتكم غير ب99 درهم. هاد جاكيطة ديال الكوير فنين بديل 249 درهم. مازال غادي تشوفوا الهميزات، اي حاجة البنات الهميزة هي اللي كنبينها لكم، الحاجة الغالية ما كنبينهاش لكم طبيعة الحال. عندهم فهاد دي فاكتو الكبابطات زوينين باقل تكلفة. هاد التونيات هادو تريكوات عندهم من 89 درهم، وكاينين ديال 99 بحال هادو في اللوان من الكحل اورانج والحمر، وكاينين دوك الطبار غادي تشوفوهم من بعد تاهما سخانين اللي محلولين من الوسط 129 درهم، تاهما بالالوان والاشكال. وهاد دي فاكتو اللي تاهي زوين فيها كيحطو ليكم واحد الكوان فيه اللي بقاو ليهم دو جوج بياسات ثلاثه البياسات تيهبطوهم برخه ارخص ثمن كيحطوهم ليكم، خصكم غادي تجيو تقلبوا وتلقاو شحال من حاجه عندهم زوينه البنات مرخصين فيها بزاف. الصبابط كلشي مناقصين فيه الثمن. وهذه بلاصه ديال هما هادو اللي قلت لكم الكبيبطات السخان ب99 درهم، وهاد جاكيطات نيت كنقرب لكم باش تشوفوا كل حاجه والثمن ديالها. عندهم جاكيطات غزالين بديل من 249 وانتي طالعة وسخان. هاد التونيات بقاو فيهم دو بياس ردوهم ب49 درهم. هادو هما اللي قلت لكم من دابا عندهم لوينات فيهم تاهما زوينين وسخانين. اي حاجة كنوريكم الثمن ديالها طبيعة الحال باش تاخدو عليها فكرة. بوديات عندهم من 65 درهم وانتي نازلة. وعندهم دائما التخفيض ديالهم كيبقى عندهم شهر دايرين هاد الأسمينة. هاد الكبيبطات تاهما ب99 درهم سخانين تاهما بالألوان ديالهم بالكحل والبيض والكري. وهادو هما الكبيبطات اللي قلت لكم محلولين من الوسط 129 درهم، فيهم الكري وفيهم الكحل. وعندهم بلاصة ديال الأطفال تاهما أسمينة جد مناسبة. عندهم بلاصة ديال لي بارفان البنات غادي تشوفوها دابا تا هي ارخص الثمن. عندهم لي بارفان تشبعو غير وايح. هاد الكباب تاهما سخانين ب99 درهم، كان 200 درهم ردوه ب99 درهم. ديما الحاجة اللي كتكون عندهم 199 كيردوها نص بالنص كيف كانت اي بياسة. هادو كذلك تاهما شتي كيدايرين الموديل ديالهم سخان والثمن ديالهم واضح وزوين. شتي الموديل ديالو كيتحزم من الجنب. هادو كذلك تاهما. وهاد البلاصة ديال لي بارفاي البنات عندهم اول حاجة ماركة تركية، هاد الروايح كاملين غير ب49. هاد النوع اللي انا كنوريكم هاد البانو كلها ب49 درهم.
وكتعطوك التيستي قدامك لما يجعلك تريحي بيهم كاملين وتشمي كل وحده على خاطرك. عاد تاخدي عند مرويحه فنين البنات، وهادو فيهم نساء ورجال تاهما ب 69 درهم. يعني عاطيلك جوج موديلات، هادو فيهم رجال ونساء ب 69 درهم هاد الموديل، والموديل اللي وريتكم الاول ب 49 درهم، وروايحو بزوينين يعني تيستي حتى تاخديها انت. وعندهم هاد لي بارفان على طول العام، الثمن ديالهم ما كيتزادش. انا خديت هاد الموديل حيتاش خديتها ديك المره شفت عندي واحد صاحبتي وقلت لها دار، قلت لها والو تجيبها ليا وجبتها لها. المهم من بعد مشيت ل هادي، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش فلو. البنات عندهم أثمنة جد مناسبة، السبرديلات غزالين بادين 99 درهم، أشكال وأنواع البنات. هاد الصبيبطات مكسطة هما بادين 69 درهم، فنين كيحمخو، والسبرديلات تا هما من 99 وانتي غدا طالعة. وكاينين ديال 99، كاينه ديال 129 درهم، كاينه ديال 150 درهم، وكاينه ديال 159 درهم. وشكيلات البنات زوينين، اسمينا في متناول الجميع، يعني اللي عنده ياخذ واللي ما عندوش ياخذ كذلك. ومن بعد مشيت للاش ام، عندهم بوديات فنينه البنات 45 درهم، وكاينين ديال 40 درهم. اشكال وانواع كاع اللوينات وكاع لي طاي عندهم. لي بوتيو بادين عندهم من 200 درهم، تاهم عندهم في الماغو في البلون كاسي. والسراول كاع اللي كيبقاو عندهم كيردوهم 45 درهم، وانتي غادا طالعة كاع اللي كيبقاو عندهم فيهم وحدة جوج كيرخصوهم. يعني الا عندك الحظ ولقيتيه قد بنتك ولا قد ولدك راه كتاخديه. كولوناس كذلك، كولونات مرخصينهم دايرينهم من 45 درهم، اشكال وانواع وفنين. حاطين لك كاع الموديل كاع اللوينات. ومن بعد جيت ال سي واي كيكي، عندهم تا هما ميزات فنين. ها نتوما تونيس رخاص، شوف سخانين، وعندهم كاع التونيات والكولونات بادين من 44 درهم البنات، اشكال وانواع. كاين ديال 44، كاين ديال 39، كاين ديال بحال هذا الفن تا هو ب 39 درهم، كاين ديال 45 درهم، كاين ديال 50 درهم. يعني التونيات الا بغيتو تسخنو وليداتكم ال سي واي كيكي غياجي وخدوهم الرخال في التونيات. هادو كاع اللي وريتكم دابا راه كلهم رخاص. عندهم البوديات كيبداو من 35 درهم، وانتي غادا طالعه. الصبيبطات البنات عندهم بادين من 99 درهم، ولافونتاج اللي عندهم في الصبابط ولا البانطوفات اللي كتبقى عندهم نمره ولا جوج نمرات كيرخصوها بارخص ثمن. غتشوفوا في الاخر خديت واحد البانطوفه لبنتي من 99 درهم، ردوها ب 24 درهم. يعني هاوتا ولا ماشي هاوتا؟ ها نتوما غادي تشوفوا معايا شحال من حاجه مرخصينها. سراول الجين بادين من 89 درهم، اشكال وانواع. شحال من حاجه زوينه. هانتوما هاد الكولونات كاع اللي كتشوفو فيهم، هانتوما كاين فيهم 54، وكاينين ديال 39، وكاينين ديال 44 درهم. هانتوما كنبين لكم كاع التونيات كلهم رخاصين. بغيتي التونيات بغيتو الكولونات بجوجهم.
كنبين لكم اي حاجه الثمن ديالها باش تشوفوها، يعني شحال من حاجه الصراحه خديتها، يعني مرخصين هاد الميزات اللي ديتكم اليوم، لقيت شحال من حاجه رخيصه فيها. شفتوني شحال سخون، رخيصة ب54 درهم، يعني لا غلا على مسكين. شحال من حاجة عندها مزوينة، هادي كذلك. وبالنسبة لي بيبي عندهم بديل من 49 درهم، شحال من حاجة رخيصة عندهم. هانتوما اي حاجة كنبين لكم التيكي ديالها، اللوينات ما شاء الله شحال كيعجبوك وزويونين. هاد الكبوت هو شو شحال سخون ما شاء الله مقطن. لي غوب تا هما عندهم بديل 150 درهم، تاخدو لوليداتكم للعيد وتخبيوها ليهم. جينات كذلك كيبداو من 69 درهم، كما قلت لكم البانطوفات عندهم من 49 درهم، الطاقيات تا هما من 25 درهم، يعني شحال ونتي طلعت على 65 45، لا ديال لي بيبي لا الاطفال، لي كاشكول، شحال من حاجه مرخصينها الصراحه. عندما كتشوفوا شحال من حاجه خصكم تقلبوا غادي تشوفوا هذيك اللي خديت لبنتي ديك البانطوفا شحال فنيونه ما شاء الله. وهاد القريعه تاع البنات غزالين ب 49 درهم، عندهم مكتر ولكن هادو داروا فيهم بروموسي كانوا ب 99 درهم وردوهم 49. بنتي قالت لي ماما والو خدي هادي، قلت لها يلاه هزيها ماشي مشكل، وشكلها زوين ممكن ان لاص علقها بنتك في عنقها. هادي هي البانطوفه اللي قلت لكم البنات شوفوا شحال فنيونه مشيشه وسخيخنه، كانت ب 99 رجعوها ب 24 درهم، سمحوا لي يعني رخيصة بزاف. بنتي خداتها فرحانة، قلت لها يلا ماشي مشكل خدي اللي بغيتي تبقاو على خير.